قالت القيادة المركزية الأمريكية في تصريحات لشبكة NBC أن أكثر من 20 جنديا أمريكيا أصيبوا في هجمات متكررة على قواعدهم في الشرق الأوسط، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باستهداف قاعدة الشداد في ريف الحسكة الجنوبي. المزيد من التفاصيل في التقرير الآتي. على وقع الهجمات المتزايدة بالطائرات المسيرة والصواريخ على القواعد التي تضم قوات أمريكية في سوريا والعراق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إصابة عشرات الجنود الأمريكيين جراء هذه الهجمات. شبكة CNN الأمريكية نقلت عن القيادة المركزية الأمريكية أن الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على القواعد الأمريكية في التنف جنوب شرق سوريا وعين الأسد غربي العراق أسفرت خلال أسبوع عن إصابة 24 جندياً. في غضون ذلك أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن قواتها تعرضت ل13 هجوماً في العراق وسوريا الأسبوع الماضي. وقال المتحدث باسم الوزارة باتريك رايدر إن 10 هجمات استهدفت القواعد بالعراق، في حين تعرضت القواعد في سوريا ل3 هجمات. يأتي ذلك في وقت أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع دوي انفجارات بقاعدة الشداد التي تضم قوات أمريكية جنوبية الحسكة شرقية سوريا، وسط أنباء عن استهداف القاعدة من قبل فصائل تابعة لإيران. وبالتزامن قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي أن الولايات المتحدة سترد بقوة في حال هاجم وكلاء إيران القوات الأمريكية بالشرق الأوسط، محذرا من تحول الصراع بين إسرائيل وحركة حماس إلى حرب إقليمية. من واشنطن أرحب بالصحفي والمحلل السياسي محمد العالم. أستاذ محمد، أهلا ومرحبا بك في برنامج حديث اليوم. كيف نفهم هذه الهجمات؟ ماذا يحدث وحدودها وانعكاساتها على التواجد الأمريكي في المنطقة؟ تفضل. نعم، أهلا بك وبالسادة المشاهدين. أنا أعتقد أن هذه الهجمات حذرت منها الولايات المتحدة الأمريكية، وهي نتاج طبيعي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمجازر المستمر هناك، وآلاف الشهداء الذين يقعون خصوصا من الأطفال والنساء. لهذا بالنسبة للإدارة الأمريكية كان هذا متوقعا وبشدة، ومن الممكن أن يمتد، وحتى هناك توقعات بأن تكون هناك حرب تمتد لحرب إقليمية إذا ما دخل الجيش الإسرائيلي قطاع غزة بريا وأحدث مزيدا من المجازر في القطاع. لهذا كان هذا الأمر متوقع، لكن مدها حتى الآن هي مدى ضعيف لا يؤثر على القوات الأمريكية على عكس ما يؤثر على المهاجمين أنفسهم، لأن القوات الأمريكية والإسرائيلية تنفذ هجمات أدت إلى قتل العديد من أعضاء هذه الجماعات سواء في سوريا أو في اليمن أو في العراق أو في غيرها. لهذا كانت هذه الأمور متوقعة بجدة، ولا زال هناك توقعات كثيرة بأنها قد تمتد وتكبر في الأيام القادمة إذا ما استمر الجيش الإسرائيلي على ما هو عليه حاليا. طيب، لنفهم أكثر رسائل المستهدفين للقواعد الأمريكية في المنطقة سواء في سوريا والعراق، واليوم ما الذي تحاول هذه كما يقال وكلاء إيران في المنطقة، الدور الذي ستلعبه؟ هل هي محاولات لجس نبض الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، أو هي فعلا ترغب بتوسيع الصراع؟ لا أعتقد أنها محاولات لجس النبض، لأن بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عن هدفها في هذه الأيام هو حماية كاملة لإسرائيل، وأنها ستتدخل بقوة إذا ما فتحت أي جبهات على إسرائيل في التوقيت الحالي. أما أهدافها فأنا أعتقد أنها مجموعة من المناوشات التي تريد أن تعطي رسائل للولايات المتحدة الأمريكية والجيش الإسرائيلي بأنه إذا ما تم اقتحام قطاع غزة بريا وإبادة الآلاف، فأنه من الممكن أن تتحول المنطقة إلى منطقة صراع إقليمي، وأن تكون هذه الجبهات مفتوحة إلى أجل غير مسمى، وبالتالي يكون هناك خسائر إسرائيلية كبيرة، خصوصا أن الحدود الإسرائيلية لا يمكن تأمينها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون إسرائيل دولة آمنة، وهذا ما أثبتته الأحداث في منذ 7 أكتوبر.
إذن الأمر مرهون بالاجتياح البري لغزة. هل فعلا اليوم إيران ترغب بأن تدخل بصراع إقليمي أو أن فعلا تكون جزءا من هذا الصراع الإقليمي بشكل أكبر؟ هل ترغب بذلك إيران؟ حتى الآن إيران لم تبين أي شيء المتوقع عبر وكلائها. نعم، هي تستخدم بعض الأزرع وبعض الوكلاء، لكن كل هذه التدخلات غير مؤثرة وربما لن تؤثر في يعني ما ينتهي الجيش الإسرائيلي تجاه قطاع غزة. لهذا فإن كل يعني حتى العرض العسكري الذين قاموا به بالأمس، أعتقد كل هذه الإشارات هي مجرد إشارات نظرية لا تطبق عمليا وتطبق بشكل ضعيف جدا على الأرض. وبالتالي إذا ما استمر الاجتياح لقطاع غزة ويعني وقع الألف، فبالتأكيد يعني سيتعرف يعني ستثبت إيران يعني وجهة نظر المؤامرة التي قالت من قبل أنها مجرد ورقة في يد الغرب إذا ما استمر يعني الدور الإيراني على ما هو حاليه. كيف يؤثر هذا المشهد، استهداف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، على المشهد في غزة؟ يعني كيف سيدعم اليوم ما يحدث في غزة؟ نعم، حتى الآن هو لا يدعم غزة في أي شيء، لأنها مجرد مناوشات لما تصل إلى فكرة إلى حد يعني فتح جبهات كاملة تؤثر على يعني التركيز الإسرائيلي تجاه قطاع غزة، خصوصا أن يعني تقريبا معظم القوات الإسرائيلية حاليا يعني تتمركز في منطقة غلاف غزة ومحاط غزة، وبالتالي هي أمينة من فكرة فتح الجبهات حتى الآن. أما إذا فتحت هذه الجبهات فبتأكيد أنها ستؤثر كثيرا على قوة وانتشار الجيش الإسرائيلي، وستؤثر على هذه العملية، أنه في هذا التوقيت لن تكون المقاومة الفلسطينية وحدها هي من تحارب، ولكن سيكون هناك جبهات عدة تخفف الضغط عليها، وهو ما لا يتوقع حتى الآن يعني لمقارنة بما يعني التصريحات الكثيرة التي تخرج من حزب الله وإيران وغيرهم، والفعل على الأرض يعتبر حتى الآن وصل إلى نقطة الصفر. طيب، كما تفضلت حضرتك أستاذ محمد، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية لم تشير بشكل مباشر إلى إيران، حذرت من هذه الضربات. هنا نتحدث عن الرد الأمريكي كيف سيكون، هل سيكون كالعادة متأني أو أنه سيكون في رد حاسم تجاه الفصائل التي تستهدف اليوم القواعد الأمريكية في سوريا والعراق؟ أعتقد أنه حسب التصريحات الأمريكية الرسمية فإن الرد سيكون حاسما، لأن الولايات المتحدة الأمريكية قالت أن تواجدها الحالي والأساطيل التي يعني اتجهت لتأمين إسرائيل وبعض القوات حتى والجنود يعني اتجهت لفكرة عزل يعني كل الأطراف عن التدخل في هذه الأزمة، وبالتالي الهدف الرئيسي هو العزل. وإذا ما يعني ارتأت الولايات المتحدة الأمريكية أن أي طرف ينوي التدخل أو بادر بالتدخل، فبالتأكيد أعتقد وحسب تصريحاتهم سيكون الرد قوي على الأرض. وهنا يعني تأتي دور المقاومة في هذه الفصائل وتأثيرها حسب ما يعني صوروه للإعلام في كل السنوات السابقة. إذن دور الفصائل المقاومة هنا في المنطقة، هنا نتحدث إذا ما فعلا امتد الصراع في المنطقة وتحول إلى حرب إقليمية بشكل ما أو بآخر، مستقبل التواجد الأمريكي في المنطقة؟ نعم، أعتقد أن هذا المستقبل سيكون ضبابي نوعا ما، لأن الأمر لا يتعلق فقط بفكرة يعني أن تكون الحرب إقليمية أو أن تفتح عديد من الجبهات، ولكن في نفوس الشعوب العربية نفسها التي ترى حاليا انحيازا كاملا من الجانب الأمريكي تجاه إسرائيل، دون النظر إلى أعداد الشهداء ودون النظر إلى أصل القضية الفلسطينية والمتحكم فيها والمتسبب في عدم حدوث أي انفراج فيها حتى الآن، وهو الجانب الإسرائيلي أو يعني الصهيوني يعني. فبالتالي يعني أعتقد أن الدور الأمريكي ربما يتأثر كثيرا لصالح يعني أدوار أخرى كالأدوار الصينية والروسية، خصوصا أن يعني كما نعلم أن الحروب القادمة هي حروب فكرة يعني عدم وجود حكم بقطب واحد. فأعتقد يعني أن هذا الأمر سيكون يعني مؤثر بشكل كبير على التواجد الأمريكي، ليس العسكري ولكن التواجد يعني السياسي وما إلى ذلك، ربما يتأثر كثيرا في الأيام القادمة.
أشكرك جزيل الشكر على كل هذه القراءة من واشنطن، محمد العالم صحفي ومحلل سياسي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا فاصل قصير ونعود لمتابعة ملفات حديث اليوم.